بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله. ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيراً مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوين هم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. ولا يقولن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد تقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر أن أسباب الخلاف بين الأئمة عشرة، وتقدم الكلام على السبب الأول، وهو أن يكون الحديث لم يبلغ المخالف، وقرر ذلك أحسن تقرير. ثم أورد اعتراضين على هذا السبب وما يتعلق به، وهذا على طريقة العلماء، أنهم عندما يقررون الأصل ويذكرون أدلته يوردون الاعتراضات عليه ثم ينقضونها، وأحياناً يفترضونهم اعتراضات يمكن أن يعترض بها على الأصل المقرر ثم يجيبون عنها، وذلك حتى يتحرر الأصل الذي يتكلمون عليه. وهذه طريقة معروفة عند العلماء في سائر العلوم. وأول هذين الاعتراضين: لو أن قائلاً قال: لا يصح أن يقال إن من أسباب الخلاف بين العلماء عدم بلوغ الحديث،
وذلك لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد دونت في الصحاح والسنن والمسانيد والمستخرجات وغيرها من فنون الحديث، وما دام أنها دونت فإنها تكون محصورة، وإذا كانت محصورة فإن عدم العلم بها يكون بعيداً، وبناء على هذا فإنه لا يصح هذا السبب. هذا هو الاعتراض الذي أورده المصنف رحمه الله، وهو أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد جمعت وحصرت، وما دام أنها كذلك فلا يصح أن يقال إن من أسباب الخلاف بين العلماء ألا يبلغ العالم الخبر، لأن معرفة الأخبار ممكنة بالرجوع إلى هذه الدواوين. وهذا الاعتراض أجاب عنه شيخ الإسلام رحمه الله من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن هذه الدواوين جمعت بعد عصر الأئمة، جمعت بعد أن انقرض عصر الأئمة فلم يطلعوا عليها، وما دام أنهم لم يطلعوا عليها فإن عدم العلم بالخبر ممكن أو بعيد. عدم العلم بالخبر يكون حينئذ ممكنا فلا يكون بعيدا، لأن هذه الدواوين قد جمعت بعد انقراض زمانهم. الوجه الثاني أنه لا يصح أن يدعى أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منحصرة في دواوين معينة، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو مدون في هذه الدواوين، ومنها ما يحفظه العلماء في صدورهم وينقلونه بالسند إلى زمان الأئمة، فلا يصح أن تحصر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدواوين، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو مدون ومنها ما ليس مدوناً وإنما يحفظه الرجال في صدورهم وينقلونه بالرواية إلى زمان الأئمة. وهذا الوجه الثاني ذكره المصنف رحمه الله في قوله ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، وذلك لما عرفنا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو مدون في هذه الدواوين ومنها ما هو محفوظ في صدور العلماء إلى زمان الأئمة رحمهم الله. الوجه الثالث أننا لو فرضنا على سبيل التقدير أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في هذه الدواوين، فإن العالم قد تكون عنده هذه الدواوين كلها ولا يستحضر ما فيها، فلا يلزم من كونها محصورة أن العالم يستحضر ما في هذه الدواوين. وقد ذكر هذا الوجه في قوله ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، يعني لا يلزم من كونها مجموعة أن العالم يحفظها جميعها، بل لا بد أن يفوت عليه شيء منها. وبناء على هذه الوجوه الثلاثة فإن هذا الاعتراض
اعتراض مستقيم أو اعتراض منقوض، هذا الاعتراض اعتراض منقوض، فلا يصح أن يورد على أن يكون من أسباب الخلاف عدم العلم بالخبر. الاعتراض الثاني هو لو أن قائلاً قال: من لم يعرف جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبلغ درجة الاجتهاد، ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد فإنه لا يعتبر قوله، فلا يعتبر وفاقه ولا يعتبر خلافه. فمن لم يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها فإنه لا يكون مجتهداً، وما دام أنه ليس مجتهداً فإنه لا يعتبر وفاقه ولا خلافه. وبناء على هذا فلا يصح أن يقال من أسباب الخلاف عدم العلم بالخبر. لكن هذا الاعتراض يجاب عنه بأن العلماء عندما ذكروا شروط الاجتهاد، عندما ذكروا شروط المجتهد، لم يذكروا منها أن يحفظ المجتهد جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يتأتى لأحد، فلا يمكن لأحد أن يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها، كما تقدم تقرير ذلك في الدرس السابق. وإنما يكفي المجتهد أن يعلم جمهور أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعلم غالب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يفوته منها إلا شيء يسير. وبعض أهل العلم اكتفى بما هو أقل من ذلك، فقال يكفيه أن يعرف أحاديث الأحكام فقط. وبعضهم سهل في هذا وقال لا يلزمه أن يحفظها، بل يكفيه أن يعرف مواضعها متى ما رجع إليها. وبناء على هذا فإنه لا يصح هذا الاعتراض الذي قدره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم لما تحرر هذا السبب انتقل للكلام على السبب الثاني فقال: قال: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مسنداً بل منقطعاً، أو لم يضبط لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل، بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة، وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها، وهذا أيضاً كثير جداً، وهو من التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول أو كثير من القسم الأول، فإن الأحاديث كانت قد اشتهرت، قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيراً من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطريق، فتكون حجة من هذا الوجه، مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول: قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحاً فهو قولي. نعم.
السبب الثاني من أسباب الخلاف بين الأئمة أن يعتقد الإمام ضعف الحديث لسبب من أسباب تضعيف الأحاديث التي ترجع إما إلى الراوي وإما إلى المروي، فيعتقد الإمام أن الحديث ضعيف لسبب من أسباب تضعيف الأحاديث، وغيره من أهل العلم يرى أن هذا الحديث ليس ضعيفاً فيحصل الخلاف، فمن لم يحتج بالخبر حينئذ يكون معذوراً مرفوعاً عنه الملام، لأنه لم يرد الحديث بناء على هوى وإنما رده بناء على سبب وهو اعتقاده أن الحديث ضعيف، إما لكونه يرى أن أحد الرواة في طريق الحديث مجهول الحال أي لا تعلم عدالته من فسقه، ومجهول الحال لا يقبل خبره عند جمهور العلماء، وإما لكونه يرى أن الراوي متهم بالكذب، وإما لكونه يرى أن حفظه سيء، وإما لكونه يرى أن الخبر منقطع، وإما لغير ذلك من الأسباب التي تستدعي ضعف الحديث. وغيره من أهل العلم يرى أن هذا الحديث ليس ضعيفاً ضعفاً يمنع الأخذ به، فيقول بمقتضاه، فمن لم يأخذ بالخبر حينئذ يكون اللوم مرفوعاً عنه، لأنه كما عرفنا لم يرده بناء على هواه، وإنما رده بناء على أنه يرى أن الخبر ضعيف، والضعيف لا يصح الاعتماد عليه في إثبات الأحكام الشرعية. وهذا السبب وهو اعتقاد ضعف الحديث يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه كثير جدا، فكثير من الأئمة ردوا أخبارا ولم يعملوا بها لأنهم يرون ضعفها، وهو في التابعين أكثر منه، وهو في أتباع التابعين أكثر منه في التابعين، وفي أتباع التابعين أكثر منه في أتباع التابعين، وهكذا إلى زمان الأئمة. وذلك لأن الخبر من حين روايته، الخبر من أصله إلى زمان الأئمة فيه رجال كثير، وكل رجل منهم يحتمل أن يكون مقبول الحديث ويحتمل أن يكون غير مقبول الحديث، فمن يرى أنه مقبول الحديث يحتج بخبره ويبني الحكم عليه، ومن يرى أنه لا يحتج بخبره لا يحتج بالحديث ولا يأخذ بمقتضاه. تقدم معنا أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن السبب الأول هو الغالب، أليس كذلك؟ فالغالب أن أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا للحديث إنما هو لعدم علمهم بالحديث. وهنا يقول عن السبب الثاني وهو كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول، يعني أكثر من عصر الصحابة، وأكثر من القسم الأول، يعني أكثر من السبب الأول. ثم علل ذلك فقال: فإن الأحاديث كانت
قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، إلى آخر كلامه رحمه الله. ولهذا بعض العلماء يعلق القول بالحديث على صحته، فيقول إذا صح هذا الحديث فإني أقول بموجبه. وهذا روي عن عدد من الأئمة، وقد ألف ابن السبكي رسالة في ذلك اسمها معنى قول المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقرر فيه أن الأئمة وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله كانوا يعلقون القول بالأخذ بالحديث على صحته. نعم. قال: السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما، عند من يقول كل مجتهد مصيب. ولذلك أسباب: منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقد أحدهما ضعيفا، ويعتقده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع. قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح، أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح، وهذا باب واسع. وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. ومنها ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. ومنها أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح، وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدث به معتقداً أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به، والمسألة معروفة. ومنها أن كثيراً من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم: نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقيل لآخر: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود حجة، قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين قد وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين، وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، فمتى كان الإسناد جيداً كان الحديث حجة، سواء كان الحديث حجازياً أو عراقياً أو شامياً أو غير ذلك. وقد صنف أبو داود السجستاني رحمه الله كتاباً في مفاريد أهل الأمصار من السنن، بيّن ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة، إلى أسباب أخرى غير هذه. نعم. السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر. وهذا السبب، والسبب الذي
قبله يتفقان في رد الخبر بسبب ضعفه عند من رده، لكنه في السبب الأول تضعيف الحديث من طريق السند، أما في هذا السبب فتضعيف الحديث من طريق الاجتهاد، فهذا هو الفرق بين السبب الثاني والسبب الثالث. ففي السبب الثالث تضعيف الخبر من طريق الاجتهاد، أي باجتهاد، أما السبب الثاني فتضعيف الخبر من جهة السند، ولهذا قال رحمه الله: السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، يعني مع قطع النظر عن سند الخبر، لأن التضعيف هنا ليس من جهة السند وإنما هو من جهة الاجتهاد. وهذا وغيره من أهل العلم يرى أن الخبر صحيح وأن هذا الاجتهاد لا يقدح في الخبر، وقد يكون المصيب من رد الخبر، وقد يكون المصيب من قبل الخبر، وذلك بناء على أنه ليس كل مجتهد مصيبا، وقد يكون المصيب الاثنين، وذلك بناء على أن كل مجتهد مصيب، ولهذا قال: سواء كان الصواب معه، يعني من اعتقد ضعف الخبر باجتهاده، أو مع غيره، يعني من اعتقد صحة الخبر، أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب. فقوله عند من يقول كل مجتهد مصيب هذا متعلق بماذا؟ متعلق بقوله معهما. ومسألة كل مجتهد مصيب من المسائل الكبار التي يترتب عليها آثار أصولية كثيرة وآثار فروعية، وسيأتي ذكرها في موطن غير هذا من رفع الملام، ونتكلم عليها في ذلك الموطن لأنه أنسب، وإنما هنا نشير لها مجرد إشارة، لأن المصنف رحمه الله أشار لها هنا مجرد إشارة، وسيذكرها في موضع آخر نتكلم عليها فيه إن شاء الله تعالى، لكنها تعتبر من المسائل الكبرى التي ترتب عليها آثار أصولية وآثار فروعية كثيرة. واعتقاد ضعف الحديث بالاجتهاد له أسباب ذكر المصنف رحمه الله منها 5 أسباب، ولهذا قال: ولذلك أسباب، فالإشارة هنا إلى ماذا؟ الإشارة إلى اعتقاد ضعف الحديث بالاجتهاد. فالسبب الأول من أسباب اعتقاد تضعيف الحديث بالاجتهاد أن يعتقد أحد الإمامين أن راوي الخبر ضعيف، وذلك باجتهاد منه، بخلاف الإمام الآخر فيعتقد أن الراوي ليس ضعيفا. ومن أمثلة ذلك أن أحد الرواة وهو المنهال بن عمرو وثقه بعض أهل العلم كابن معين والنسائي، واحتج به البخاري في صحيحه، لكن بعض أهل العلم كشعبة ذهب إلى أنه لا يحتج بخبره باجتهاد منه، ولهذا لما سئل لماذا تركت
الرواية عن المنهال ابن عمرو؟ قال: لأني رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. فهذا التضعيف تضعيف باجتهاد شعبة، وغيره من أهل العلم لم يوافقه عليه، فهذا هو السبب الأول، وقد ذكره رحمه الله في قوله: أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما، يعني أن يكون الراوي للحديث يعتقد أحدهما، يعني أحد الإمامين المختلفين ضعيفا، ويعتقده الآخر، يعني يعتقده الإمام المخالف له ثقة. ومعرفة الرجال علم واسع، وهذه العبارة من إمام مطلع على أحوال الرجال كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لها وزنها، أن معرفة الرجال علم واسع. ولهذا يختلف المحدثون في الرجل، فمنهم من يضعفه ومنهم من يوثقه، كما يختلف الفقهاء في المسائل الفقهية، ويختلف علماء التفسير في معاني الآيات، ويختلف الأصوليون في القواعد الأصولية، والنحاة في قواعد النحو. فكذلك علماء الحديث ولا سيما المختصون بعلم الرجال يختلفون في الرجال، فمنهم من يضعف الرجل فلا يقبل حديثه، ومنهم من يوثقه فيقبل حديثه. هذا السبب الأول من أسباب تضعيف الحديث بالاجتهاد. السبب الثاني: ألا يعتقد المحدث الذي رد الخبر أن الراوي سمع الخبر ممن روى عنه، وإنما رواه على وجه ماذا؟ رواه على وجه الإرسال، أرسله عنه. وغيره من أهل العلم يرى أنه روى عنه، كأن يعتقد لمن رد حديث عدم وجوب غسل الجمعة أن الحسن البصري رضي الله عنه لم يسمعه من سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وإنما أرسله عنه. وغيره من أهل العلم يعتقد أن الحسن سمع من سمرة فيقبل خبره. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ومنها، يعني من أسباب تضعيف الخبر بالاجتهاد، ألا يعتقد، يعني الذي رد الخبر، أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه. وغيره، يعني الذي قبل الخبر، يعتقد أنه سمعه منه لأسباب توجب ذلك معروفة عند أهل العلم بالأخبار. السبب الثالث: أن يكون المحدث، أي أن يكون الراوي للخبر، له حالان. الحال الأولى حال استقامة في الرواية، والحال الثانية حال اضطراب، وذلك كأن يختلط الراوي بأن يطرأ عليه سوء حفظ لسبب من الأسباب، إما لمرض، وإما لحادث، وإما لهرم، وإما لغير ذلك من الأسباب، أو أن تحترق كتبه، أو نحو ذلك من موجبات اضطراب الحديث، فيروي الخبر. فمن يرد الخبر يرى أنه رواه في حال الاضطراب، ومن قبله يرى أنه رواه في حال الاستقامة، فيكون ذلك من أسباب رد الحديث بالاجتهاد، أو رد الحديث من طريق السند، يكون ذلك من قبيل رد الحديث بالاجتهاد، لأنه رأى
أن الراوي أخبر في زمان اضطرابه وفساد عقله، وأرواه الذين رموا بالاختلاط في رواية الحديث كثيرة، وصنف فيهم مصنفات، ومنها وهو السبب الرابع أن يكون المحدث قد نسي الحديث فلم يذكره أو أنكره بعد أن رواه. وهذه المسألة مسألة معروفة عند علماء الأصول، وهي إذا أنكر الشيخ رواية التلميذ وتسمى رواية الفرع عن الأصل، فإذا أنكر الأصل وهو الشيخ رواية الفرع عنه فهل يقدح هذا الإنكار في الخبر أو أنه لا يقدح فيه؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين علماء الأصول، والتحقيق في هذه المسألة أن الشيخ إن كان جازماً بعدم روايته للخبر فإنه لا يقبل، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، فقال إذا جزم الشيخ بإنكار روايته للخبر فإن الخبر حينئذ لا يقبل، لأن إنكاره على وجه الجزم علة تقدح في قبوله. وحكى بعض علماء الأصول الإجماع على هذا، والتحقيق أن هذه المسألة ليس فيها إجماع، ليست محل إجماع، وإنما ذهب لذلك جمهور الأصوليين. وبعض أهل العلم كأبي المظفر السمعاني رأى أن الخبر يقبل في هذه الحال، لأن نسيان الناس لا يقدح في رواية الخبر، فيحتمل أن الشيخ قد نسي روايته للخبر، والنسيان غالب على الناس. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الشيخ غير جازم بروايته للخبر، وإنما يقول لا أعرفه أو لا أذكر أني رويت هذا الخبر، أو يقول نحو ذلك من العبارات، فهل يقبل الخبر أو لا يقبل؟ هذا محل خلاف بين علماء الأصول، فمنهم من يقول يقبل الخبر لأن الشيخ ليس جازماً بإنكاره وإنما هو متردد فيه، والراوي جازم بروايته، فلا ترد رواية المتردد رواية الجازم من أجل تردد من روى عنه، لأن الجزم مقدم على الشك والتردد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخبر لا يقبل، فمن رد وذلك لإنكار الشيخ له، فمن رد الخبر لأجل إنكار الشيخ له وضعفه لذلك فإن هذا التضعيف تضعيف للخبر من طريق ماذا؟ من طريق الاجتهاد. وشيخ الإسلام رحمه الله قال أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، وهذه هي إحدى الصورتين، أو أنكر أن يكون حديثه، وهذه هي الصورة الثانية، وهي صورة ماذا؟ صورة الجزم، معتقداً أن هذا علة توجب ترك الحديث، يعني أن هذا المحدث يعتقد أن هذه علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به، فيقع الخلاف. قال والمسألة معروفة،
يعني معروفة في كتب أصول الفقه. السبب الخامس أن يرد الإمام الخبر لأنه من رواية العراقيين أو من رواية الشاميين وليس لها أصل عند أهل الحجاز. وممن ذهب لهذا الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي يشير له شيخ الإسلام في قوله حتى قال قائلهم، وهو الإمام مالك رحمه الله: نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وذلك لفشو الكذب فيهم. وقيل لآخر وهو الإمام الشافعي رحمه الله: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة، قال إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. وهذا الآخر هو الإمام الشافعي رحمه الله. ثم علل شيخ الإسلام رحمه الله السبب الذي جعل بعض العلماء لا يحتجون برواية أهل الشام والعراق إن لم يكن لها أصل في رواية أهل الحجاز، وهو لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن أحاديث أهل العراق وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. فهذان أمران: الأمر الأول ما هو؟ اعتقاد أن أهل الحجاز ضبطوا الأخبار. والأمر الثاني اعتقاد أن أهل العراق اضطربوا في رواية الأخبار. وأكثر أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله على أنه لا يصح التضعيف بهذا الطريق، فلا يصح تضعيف الخبر لأن مخرجه أهل الشام أو أن مخرجه أهل العراق، بل متى كان إسناده إسناداً جيداً قبل، ومتى ما كان إسناده ليس جيداً فإنه لا يقبل، سواء كان الحديث عراقياً أم شامياً أم حجازياً أم يمنياً أم غير ذلك. ولهذا قال رحمه الله: وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، يعني على ترك التضعيف بكون الخبر من رواية أهل الشام أو رواية أهل العراق، فمتى كان الإسناد جيداً كان الحديث حجة، سواء كان الحديث حجازياً أو عراقياً أو شامياً أو غير ذلك. وقد حكى ابن القيم رحمه الله الإجماع على هذا، على أنه لا يصح التضعيف من هذا الوجه. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الشافعي رحمه الله كان في بداية أمره لا يحتج بأخبار أهل العراق وأخبار أهل الشام إن لم يكن لها أصل عند أهل الحجاز، ثم رجع عن هذا الرأي وقال للإمام أحمد، قال الشافعي للإمام أحمد: إذا صح الحديث فأخبرني حتى أذهب إليه، سواء أكان شامياً أو عراقياً. ولم يقل أو حجازياً، يقول شيخ الإسلام: ها، لأنه يحتج بأخبار أهل الحجاز، فلهذا قال: متى ما صح الحديث فأخبرني حتى أقول به، سواء أكان عراقياً أم شامياً. ولم يقل أو حجازياً، لأنه يرى أن أحاديث أهل الحجاز حجة لأنهم ضبطوا السنة ولم يشذ عنهم منها شيء. قال: وقد صنف أبو داود السجستاني، يقصد صاحب السنن، كتاباً في مفاريد أهل الأمصار من السنن، وهذا الكتاب اسمه التفرد، وهو كتاب مفقود. وذكر في سنن نفسها مفاريد لأهل الأمصار،
وبين ما اختص به أهل كل مصر من السنن التي لا توجد عند غيرهم. قال: إلى أسباب أخرى غير هذه، يعني غير هذه الأسباب الخمسة، إلى أسباب أخرى غير هذه، يعني غير هذه الأسباب الخمسة لتضعيف الحديث بالاجتهاد. وهذا يدلك على أن أسباب تضعيف الخبر بالاجتهاد محصورة أو ليست محصورة، أنها ليست محصورة. نعم. السبب الرابع. قال: السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. نعم. السبب الرابع أن يشترط الإمام في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره من أهل العلم، فإذا تحققت هذه الشروط عمل بخبر الواحد، وإذا لم تتحقق رده. فإذا رده هنا بناء على عدم تحقق الشرط الذي اشترطه، يكون الملام مرفوعا عنه أو ليس مرفوعا عنه؟ يكون مرفوعا عنه، لأنه لم يرد الخبر عن هوى، وإنما رده بناء على أصل يعتقد صحته، وإن كان هذا الأصل مرجوحا فهو ليس ملوما، بل يرفع عنه الملام لأنه لم يرد الخبر بناء على هوى، وإنما رده بناء على أصل يعتقد صحته. وهذا الأصل وإن كان مرجوحا إلا أن الإمام الذي رد الخبر يرفع عنه الملام ويبين له فساد هذا الأصل وتنصب الأدلة على ذلك. ومثل لهذا بأمثلة، من هذه الأمثلة أن بعض العلماء اشترط في خبر الواحد أن يعرض على الكتاب وعلى السنة، يعني على السنة المتواترة، لأنه هنا يتكلم على خبر الآحاد، فبعض أهل العلم قال: لا يقبل خبر الآحاد إلا إذا عرض على القرآن أو عرض على السنة المتواترة، فإن لم يخالف القرآن ولم يخالف السنة المتواترة فإنه يقبل حينئذ، وإن خالفهما فإنه يرد. وشيخ الإسلام رحمه الله هنا لم يعين الذين ذهبوا إلى هذا الرأي، وإنما قال بعضهم فلم يصرح بهم. وكذلك ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة لم يحددهم، وتكلم أبو المظفر السمعاني في القواطع على هذه المسألة ونسب القول بوجوب عرض الخبر الواحد على الكتاب والسنة المتواترة إلى أكثر الحنفية وأكثر المتكلمين، والعلماء بيّنوا أن هذا القول لا يصح، بل الخبر متى صح فإنه يكون أصلاً بنفسه، متى صح الخبر فإنه يكون أصلاً بنفسه ويحتج به من غير حاجة إلى أن يعرض على أصل آخر. مثال آخر: أن بعض العلماء اشترط أن يكون الراوي للخبر فقيهاً إذا كان خبر الواحد يخالف الأصول، والمقصود بالأصول هنا القاعدة المستمرة في الشرع، المقصود بالأصول القاعدة المستمرة في الشرع. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن
خبر الآحاد لا يقبل إذا كان يخالف الأصول إلا إذا كان الراوي له فقيها، وقد ذهب لهذا لكثير من علماء الحنفية، ومثلوا لهذا بأبي هريرة رضي الله عنه، فقالوا أبو هريرة إذا روى خبراً يخالف الأصول فإنه لا يقبل، وبناء على هذا لم يقبلوا خبر المصرة الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، إما أن يردها وإما أن يرد معها صاعا من تمر. وقالوا الأمر برد صاع من تمر هذا مخالف للأصول من عدة وجوه ذكروها في كتبهم. من هذه الأصول أن من أصول الشريعة أن المثل إذا أتلف يرد مثله، والتمر هل هو مثل للبن؟ التمر ليس مثلا للبن، فالخبر مخالف للأصول فلا يقبل. وقد رواه أبو هريرة، قالوا وأبو هريرة ليس فقيها. وهذا القول وهو أن أبا هريرة ليس فقيها أنكره العلماء، بل رده بعض المحققين من الحنفية، ومنهم عبد العزيز البخاري صاحب كشف الأسرار، وقال هذا القول بدعة استحدثت، هذا القول بدعة مستحدثة، وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه ليس فقيها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى رد على القول بأن أبا هريرة ليس فقيها من عدة وجوه، وبين أن هذا القول قول فاسد. من هذه الوجوه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي في المسائل الدقيقة التي لا يفتي فيها إلا الفقهاء، ومن هذه الوجوه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون أخبار أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يقولوا بأن أبا هريرة ليس فقيها فلا يقبل خبره. ومن هذه الوجوه أن الصحابة رضي الله عنهم والأئمة من بعدهم قبلوا أخبار من هو دون أبي هريرة من الرجال والنساء، فيكون قبول خبر أبي هريرة رضي الله عنه من باب أولى، فالذي عليه سواد العلماء أن أبا هريرة رضي الله عنه يقبل خبره مطلقا، فإذا ثبت الخبر فإنه يقبل. وأما اشتراط أن يكون الخبر لا يخالف الأصول فهذا أيضا قول مردود عليه، لأن الخبر أصل بنفسه، فإذا ثبت فإن الحكم يثبت به. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع من مجموع الفتاوى أن شابا جاء إلى حلقة من حلقات العلم في جامع المنصور وسأل عن حديث المصرة، فذكروا له سأل عن حكم المصرة فذكروا له حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال أبو هريرة لا يقبل حديثه. قال فنزلت حية من سقف الجامع وهرب الناس، وهرب الشاب، وقال له الناس تب تب، فقال تبت لله عز وجل، فاختفت الحية. وهذه الواقعة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكرها أيضا الذهبي في سير أعلام النبلاء
وذكرها غيرهم، وهذا يدلنا على شناعة هذا القول ونكارته. ثم ذكر السبب الخامس، ونقف عند هذا السبب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.